نكمل بحضراتكم. نروح معاكم لقصة تانية. مجموعة من العلماء في بولندا قاموا بتصميم جهاز بيخلي المكفوفين وضعاف البصر يعرفوا ويتوقعوا الألوان الموجودة على أي لوحة، وبالتالي ده هيساعدهم بشكل كبير مش فقط في التعرف لكن ويعرف كل شيء بدقة، وده هيكون عن طريق الصوت، لكن الآلية وكيفية هنفهمها في التقرير اللي جاي. قام مجموعة من العلماء بجامعة لودز للتكنولوجيا في بولندا بتصميم جهاز يمكن المكفوفين وضعاف البصر من توقع الألوان الموجودة باللوحة، وذلك عن طريق الصوت. وتعتمد فكرة الجهاز على مستشعرات تلتقط إشارة المستخدم لأي مكان في اللوحة، ويقوم الجهاز بعد ذلك بإصدار نغمة موسيقى على حسب اللون الذي أشار إليه المستخدم. إن الجهاز يسمح للجميع سواء المكفوفين أو المبصرين بمزج فن الرسم والموسيقى معا، فمن يريد سماع اللوحة عليه بالاقتراب منها والإشارة إلى أي مكان فيها، وسيبدأ فورا بسماع الموسيقى المرتبطة بها. وقد أثبت الجهاز كفاءته بعد نجاح أكثر من كفيف في توقع الألوان بصورة صحيحة. لقد تفاجأنا عندما قام أحد الأشخاص الذين كانوا يختبرون الجهاز بالاتصال بصديقة له، واستطاع توقع كل الألوان الموجودة باللوحة عندما استمعت عبر الهاتف إلى الأصوات التي أصدرها الجهاز. كما لقت الفكرة الإشادة من جانب رئيسة الرابطة البولندية للمكفوفين بمدينة لودز، مؤكدة على قدرة الجهاز على خلق وتنمية روح الخيال عند المستخدمين. ويعمل الباحثون الآن على تطوير الجهاز لاختبار إمكانية وضعه في مختلف المتاحف العالمية. تطور التكنولوجي في استخدامنا اللي عندنا مشاكل او عندنا يعني اوقات كتير جدا في ناس عادية عندها عمى الوان، وده شيء طبيعي يعني، فان احنا نستخدم جهاز زي ده في تنمية مهاراتنا وقدراتنا ان احنا نتعرف على الالوان ممكن يكون موجود في كل العالم، اعتقد برضو فكرة حلوة. احنا ليه دايما بنعرض لحضراتكم الكلام ده علشان نعرف هم وصلوا لايه ونقدر نستخدمه احنا ازاي؟ هي دي النقطة اللي دايما يعني صباح اون، وحقيقة فريق الإعداد تحية كبيرة ليهم ان هم بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يوصلوا لنا المعلومات والتقدم اللي بيحصل والأفكار بطريقة سهلة جدا عن طريق اذا كان فيديو او اذا كان تقرير او ما الى ذلك يعني.